بالظبط. ايه كل اللي انت عامله ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر في عينيك يا بعيد. حد يخش على حد يقول له حد يخش كده؟ بفطر زي خلق الله. يا ما تكلمش والاكل في بقك. وبعدين بتفطر ايه؟ ده فطارك، امال هتتغدى ازاي؟ الله اكبر في وشك وعينيك. تعالوا النبي يا اوامرك يا فندم. شوف لي بصلايه خضر واحد يبلع بيها هتسمى في القعده. للاسف يا فندم مفيش بصل في فندق. طب شوف لي شويه جرجير. الله يبارك لي فيك، حتى شبه واحد اسمه خالد كان شغال على اول حارتنا. والله ربنا يخلي حضرتك يا فندم. حاضر، هحاول اشوف طلب حضرتك. النبي على فكره انت مش طبيعي، انت عايز تاكل بصل كمان على الصبح؟ بتعرف ايه عن البصل؟ ايش فاهمك انت؟ ايش فاهمك يا اخي؟ بلا قرف بقى. اوعى تقول على نعمه ربنا قرف. يسخطك قرد دلوقتي ويطلع قرد طويل. ولا 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 ما تستهبلش. انا بقولش على نعمه ربنا، انا بقول على اسلوبك انت. هي في واحده تقول لجوزها يا ولا؟ للاسف يا فندم مفيش بصل. احسن. طب عندك حاجه حلوه؟ موجود يا فندم. ام علي موجود يا فندم. ام علي تخدم ام علي كمان؟ عايز خلاص. ايه واحده بس، واحده بس. حاضر اوامر يا فندم. اسكت عنك مجالتي. اصطبحتك ولا انت راجل عره صحيح؟ قرف. احسن عنك مفطر يا اخي. بلا قرف عنك مفطر. هو سابك في الكشه من قليل؟ سابك في الكشه من قليل يا عوجة يا ام ملحق. بس كويس انك سابك عشان تقع في حجري. طويله برضه وحلوه. سامحه صديق، عينك في الاكل، عينك في الاكل يا بعيد، عينك في الاكل. استغفر الله العظيم. المحامي اللي احنا جايبينه لك شاطر قوي، ويقدر يجيب لك حق الوصايه على الشركه، وبكده تمضي المشروع وتبدا في تنفيذه لحد ما يتحكم في القضيه. ايوه برضه، انت ليه متخيل ان انا ابويا هيسلم بالسهوله دي يعني؟ بقول لك ايه، تقرير المستشفى اللي معاك ده بيقول ان المعلم شردي في حاله صحيه ما تسمحلهوش بالشغل، وان انت ابنه الكبير المهندس. عارف يعني ايه؟ يعني انت الوحيد اللي تقدر تدور الشركه. ابويا بيتصل. اوعى تتراجع ولا تتاثر باي حاجه. الناس اللي معانا دول حاطين كل امالهم فيك، والوقت بيجري، وده اهم مشروع للدوله، يعني ما ينفعش العطا يرسي غير عليك. ايوه يعني انا اضمنها منين دي؟ دي سياسه احنا مالناش دعوه بيها، احنا كل اللي يهمنا المصلحه والمكسب اللي وراها. وبعدين خد بالك، شركه المعلم جابر ابو المكارم مقدمه في المناقصه دي، وما ينفعش خالص ترسي عليه. انا دي اضمنها منين؟ مش عارف انتوا ناويين على ايه بالظبط. سيب لنا احنا الحكايه دي.